حريه الحركه. حريه الحركه؟ حريه الحركه. ما في حركه عشان نطلع نعرف كيف بدنا نعرف هالشيء احنا مش لاقيين. نخش مقابل نمشي نطلع من غير ما حد يوقفنا من غير ما نرجع نستنى شهر وشهرين نطلع. حريه الحركه يعني ان احنا نطلع برا ونرجع ونحن نقدر نسافر ونرجع نجيب مصاري وندخل مصاري. حريه الحركه شيء كثير رائع يعني يا ريت نوصل له يا ريت. اول حاجه حروحها اطلع الضفه الغربيه والقدس. اكيد كنت رح اتنقل واروح كل البلدان اللي نفسي اروحها واجرب ثقافات جديده واروح اماكن كثير ازورها. بقدر مثلا اعمل لي مثلا بريك في الحياه اطلع مثلا على اي دوله بسافر والله وين ما بدي بروح بطلع امريكا عند سيدي مثلا اي سيدي عند بامريكا. يعني ممكن تبدع ممكن تجيب تدخل بضاعه مثلا واحد بده بضاعه في البلد يدخلها ويطور من شغله هنا. مش عارف ايش يسوي. يكون 5G مثلا او حيكون العماره حتكون بشكل كبير، المستشفيات حتكون متطوره، اي باقي المؤسسات الحكوميه حتكون فعاله بشكل اكبر. وانه كمان الكهرباء بتكون دائما، الميه ما بتنقطع. لو كان كل واحد فينا قادر على انه يسافر بالوقت اللي هو بده اياه، يطلع ويرجع على بلده بالوقت اللي هو بده اياه، بتوقع ما حدش راح يفكر بالهجرة في يوم من الأيام. إيه على جلية إحنا بدل ما إحنا نطلع برا هم اللي يجونا يتسيحوا عنا نعمل إيه عنا السياحة تبدأ. لو المعابر مفتوحة بتصير كل العالم يجي على غزة. إنه الحصار كله ينفك شامل عن قطاع غزة. ومن هالانقسام ما بين حركة حماس وفتح. هذا الاحتلال هو طبعا عامل هاي المشاكل. إحنا مخنوقين، فش إحنا مش بحرية. العالم أجمع يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وبحقي أنا كمواطنة فلسطينية بحرية التنقل والحركة.